بان هذا البرنامج وش ساعد عليا، ودايما بقول انه برنامج الغلابة، فايضا بدي كل واحد حقه. عشان كده ينضم الي الكابتن اشرف قاسم وكل جمهور كرة بلدنا بان اتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام السيد رفيع المستوى معالي المستشار ترك الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الذي دائما يأثرني بكرمه، وكونه يتابع برنامج كورة بلدنا فهذا شرف كبير أعتقد أننا نستحقه، لأننا نجتهد من أجل أن نقدم وجبة قوية جدا. وخصني معالي المستشار بهذا الانفراد حصريا لكورة بلدنا. تفضل معالي المستشار ترك الشيخ بالتبرع ب2 مليون جنيه من نادي بيراميدز. نادي بيراميدز يتبرع ب2 مليون جنيه لمستشفى 500 جناح الفنان احمد زكي. يعني بشكر معالي المستشار شكر جزيل، وبشكر نادي بيراميدز. نادي بيراميدز الذي اعلن عن هذا التبرع حصريا لكرة بلدنا، واقول معكم للمرة الاولى، نادي بيراميدز يتبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لمستشفى 500 جناح الفنان القدير احمد زكي. اعتقد ان احنا في حاجة لان احنا نشوف الاعلان ونتكلم عن هذه اللمسة الانسانية، وانا مش عايز اضغط على الكابتن اشرف في هذه المنطقة لانه ممكن يضيع مني، لان الكابتن اشرف يعني ياما عاشر حالات مرضية كثيرة، وهو في داخل اسرته يتمنى الشفاء لكل الناس، لانه عنده حالة يعني زوجته الفاضلة الكريمة يعني منذ سنين ربنا يشفيها ويعافيها، فيعرف قيمة مثل هذا التبرع لاصحاب هذه الامراض المؤلمة. يا كابتن اشرف، هو طبعا ليه كل الشكر والاحترام والتقدير انه بيعمل حاجات زي دي الخير، هو ده مش جديد عليه في الفترة الاخيرة، يعني انا شايف انه بيعمل خير كتير جدا، حتى كمان في حاجات بتتعمل من معالي المستشار ترك الشيخ للناس كتير جدا من غير ما يكون معلن عنها، ودي حاجه كويسه جدا بتعمل. وانت زي ما حضرتك تفضلت وقلت، انا بقول الواحد كان بيتمنى ان يبقى عنده قدره ماليه ان هو يقدر يعمل خير لناس كتير جدا. فان انت تفكر ان انت خلي بالك كمان التبرع كله بالكامل من نادي الاهرام،